العملية الإدراكية للعلامة التجارية الشخصية: أولاً، عملية الكفاح لصياغة العلامة التجارية الشخصية الفعالة والحفاظ عليها والترويج لها من أجل السيطرة على التصورات وجذب الانتباه. ثانياً: العقل هو ساحة المعركة التي تتقاتل عليها العلامات التجارية المتنافسة، وتفوز العلامة التجارية الشخصية التي يمكن أن تثير أقوى التصورات وأكثرها ديمومة في العقل. والعقل هو الحالة المعرفية المكونة من ثلاثة أجزاء لكل إنسان في مجال العلامة التجارية. ثالثاً: يضع التسويق رسالة المبيعات أمام العميل المحتمل باستخدام وسائل مختلفة مثل إعلانات الراديو والبريد المباشر ووسائل الإعلام. رابعاً: تأثير العلامة التجارية الشخصية على العقل. هي الخطوه الاخيره في ما يسميه علماء نفس المستهلك العمليه الادراكيه